أهلا بكم. دائما في تاريخ الأمم والشعوب أحداث جسام. هذه الأحداث الجثام ربما بتكون هي باب أو بوابة أو نافذة أو نوافذ إلى المستقبل. بيقال دائما جزى الله الشدائد كل خير. بيقال أيضا إنه الأمم لا تبنى مجانا. بيقال أيضا إنه الشعوب ذات الحضارة اللي حضارتها ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ لا تحتاج إلى فترات طويلة حتى تستفيق وتستنهض هممها. ربما الأحداث هي اللي بتستجمع القوى الوطنية، وربما الأحداث كلما كانت دامية وكلما كانت مؤسفة وكلما كانت مؤلمة بتجعل التئام الجروح والانطلاق إلى الأمام بأسرع ما يمكن. في وسط الأحزان وفي وسط هذه المآسي التي تحدث وستحدث، لأنه كما قلنا إنه الحروب على الإرهاب طويلة، والحرب على الإرهاب في مصر أطول، والحرب على الإرهاب في مصر والاشتباك مع الإرهاب في مصر أفظع، لأنه مصر مستهدفة وبشكل واضح وبشكل لا يقبل الجدل ولا يقبل الخلاف ولا يمكن أن يكون مجال لحوار ورأي ورأي آخر. مصر هي الدولة الأهم بالنسبة لكل هذه الحركات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية. مصر كما يقال هي الجائزة الكبرى.